السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للإخوان والأخوات وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. ممكن ما كتشوفوا السيكتور جوج العمارة 43 الشقة رقم 1 السفلي والشقة رقم 12. اليوم إن شاء الله غادي تشاهدوا معنا هذا النموذج بالنسبة للناس اللي كيطلبوني. كما شفتوا الصالة راه كبيرة تبارك الله ومتسعة، يعني عندها لي سيجور كما كتشوفوا المساحة راه كبيرة، تقريبا ما يزيد على 53 متر أو 54 متر. كما كتشوفوا هذه الكوزينة، الصالة كما شفتوا راه يعني كبيرة. هذه الكوزينة عندها واحد الكولوار، يعني كاين واحد الاختلاف كما قلت لكم في فيديو سابق، كاين واحد الاختلاف في الكوزينات والصالات. كما كتشوفوا هذه الكوزينة هذه عندها واحد الدخلة، واحد الكولوار طويل شوية عاد كتدخل الكوزينة. المهم كتطلع على الشارع كما تتشوفوا اخواني اخواتي الناس اللي كيطلبونا على باش نصوروا لهم لي شقق ديالهم. هذه جابتها مناسبة ودخلنا لها وصورنا. كما تتشوفوا خرجنا من الكوزينه وغادي نمشيو لهذا البيت. هذا يعني البيت راه فيه الباركون كما تتشوفوا، الباركون يعني بيت مزيان. هذا هو بيت النعاس كما كتشوفوا، هذا بيت النعاس كما. المهم شويه الغبره في هذا، ولكن ان شاء الله الناس ملي غيدخلوا غادي يسيقوا الشقه ديالهم. المهم كما كتشوفوا هذا البيت، بيت نمشيو للبيت الاخر ثاني، بيت الدراري، هذا بيت الاطفال. المهم كبير حتى هو يوم تيسع، الله يجعل البركه. المهم ديال السكنه اللي بغى يسكن كما كتشوفوا. المهم انا تقلت لكم شويه الفيديو باش تفهموا كل شيء وتشوفوا كل شيء. ان شاء الله غادي نخرجوا من هنايا وغنطلعكم للتروازيام، الطابق الثالث، الشقة رقم 12 كما تتشوفوا، الدوش والطواليط. المهم غادي نخرجوا ان شاء الله من هنا وغادي نطلعوا الشقة رقم 12 كما كتشوفوا. الشقق هما هادو بالترتيب. المهم غادي نطلعوا مع الدروج وغادي نمشيو نطلعوا للتروازيام نوريوكم الشقة رقم 12. واخا شوية الغبرة في الدروج ولكن ضروري غيكون السياق. المهم كما كتشوفوا ان شاء الله غادي ندخلوا هنايا الشقة رقم 12. المهم كما تتشوفوا هذه الصالة باش نعاود نوريوكم الشقة رقم 12. الصالة تبارك الله راه كبيرة كما قلت لكم، راه شوية الغبرة ولكن ضروري من تنظيف. هذه هي الصالة، راه كبيرة وعندها السيجور كما كتشوفوا، راه عندها هذا هو السيجور. كما قلت لكم الغبرة راه ما نعاودش لكم مع الخدمة ومع البرد ومع بزاف ديال المسائل. ما بعد ما كانوا كيقطعوا داكشي ديال العود والرخام. كما تتشوفوا الاختلاف اللي في الكوزينه، هذه الكوزينه في شي شكل، هذه كوزينه مربعه كما تتشوفوا. هذه الكوزينه ديالها ديال هاد الشقه هذه مربعه. المهم غادي نخرجوا من الكوزينه وغادي نمشيو للبيت، البيت النعاس. وهذا حتى هو عنده الباركون، هذا عنده حتى هو عنده الباركون كما كتشوفوا اخواني اخواتي. حتى هذه الشقه كتطلع على الشارع كما شفتوا، السيكتور 5 والسيكتور 6 راه مليه. المهم منظر جميل ورائع جدا كما كتشوفوا البيت. وهذا
هذا البيت الاخر انا دخلنا لكم البيت الاخر، بيت اخر ان شاء الله. نتمنى من هاد الناس اللي غيشوفوا الشقه ديالهم، الشقه اللي شقق ديالهم، نتمنى تعجبهم. هذا الدوش كما كتشوفوا، الدوش والطواليط يعني صراحه ما بيش الاشكال اللي كاين هو في ما بين الصاله والكوزينه، الكوزينات الصالات والكوزينات يكونوا مختلفين شويه. والمهم ان شاء الله غادي نمشيو معاكم، مشينا معاكم للسيكتور 5 ونوريكم الشقة رقم 4 في السيكتور 5 العمارة 20. كما كتشوفوا هذه الشقة رقم 4 السفلي العمارة 21، عفوا العمارة 20 السيكتور 5. كما كتشوفوا النموذج ديال لي شقق، الناس اللي كيطلبونا على باش نصوروا لهم لي شقق ديالهم. كما كتشوفوا هذا نموذج لجميع الشقق. الاختلاف اللي كان راني قلت لكم هو الصاله والكوزينه، كاين الصاله اللي كتكون طويله وكاين الصاله اللي عندها مربعه كيكون عندها السيجور، يعني عندها السيجور زوين صراحه. نتمنى تعجب الناس. والكوزينه كاينه اللي عندها الكولوار، وكاينه الكوزينه اللي لاصقه على الصاله كتدخل ليها ديريكت، وكاينه واحد الكوزينه اخرى كما شفتوها اللي كتكون مربعه. المهم هذا نموذج ديال هاد الشقق كاملين، سواء سيكتور 2 او 5 او 3 او 4 او 6 او 7، بحال بحال ما كاينش الفرق، كلهم هكاك. الفرق اللي كاين هو الصالة والكوزينة، اللي كاين اللي مربعة وكاين اللي طويلة. كما كتشوفوا البلاكارات ديال الكوزينة، ولكن ضروري خاص الكوزينة اللي بغى يصلح خاص ضروري الكوزينة تعاود، لأن هذيك الطابلة محطوطة فوق العود، يعني العود ما غاديش يصبر مع المده، يعني غادي ما غاديش يصبر، ضروري خاص تعاود دار لي طابله الكياس بالبيطون وتصايب مزيان، وعاد هذيك الساعات اللي بغى يدير الرخام يدير، اللي بغى يدير الزلاج يدير، كل واحد والاختيار ديالو. نتمنى اخواني اخواتي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش الخوت والخواتات بالدعم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وسمحوا لينا الا قلنا شي كلمة ماشي هي هذيك، والمهم حنا كنعطيوكم اخر المستجدات واخر ما كاين في الاصلاح.